رجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي وصلنا معاكم لتاني فقراتنا المنوره. من كام يوم خرج شاب مصري كتب بوست على فيسبوك لف السوشيال ميديا كلها. البوست ده كان عبارة عن فكرة جميلة ومبتكرة عن تجديد زي طاقم الطيران المصري، وانه يبقى على الطراز الفرعوني. والحقيقة ان تصميماته اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض كانت في غاية الجمال، وبتدل على هويتنا المصرية والفرعونية. والحقيقة الفكرة دي عجبت ناس كتير لدرجة ان الكل عمل لها شير وكل اتكلم عنها، وبقينا في انتظار حد من المسؤولين يخرج ويتكلم عن إمكانية تنفيذها على أرض الواقع. وأعتقد أن ده حقيقي شيء يدعو للفخر، أننا عندنا شباب بيفكر بيبتكر بيخلونا نشوف مبادرات جديدة ومختلفة علشان نتطور ونتقدم، ويساعدوا ويساهموا في نشر الثقافة والحضارة وتطوير آليات العمل والسياحة وغيرهم. وزي ما بنقول كده يا أميرة دايما، الشباب هم المستقبل. بالضبط هنودة، يعني الشباب هم المستقبل، وعشان نخرج أفكار جديدة ومبتكرة لازم نسمعهم ونديهم الفرصة. يعني مثلا فكرة ملابس مضيفات الطيران دي بجد فكرة هايلة، فكرة بمليون جنيه. أولا عفوا، لأنها هتفيد جدا في الترويج السياحي لينا بشكل كبير جدا، هتخلي مضيفين الطيار على خطوطنا مميزين جدا عن أي طاقم طيران في العالم. الموضوع هيكون عبارة عن أجمل دعاية لينا ولحضارتنا. ثانيا بقى ازاي ده بيعبر عننا وعن الهوية المصرية، والهوية مش مجرد كلام، مهم جدا نبقى فاهمين يعني ايه تاريخ ويعني ايه حضارتنا، واللي مش موجود غير عندنا احنا وبس، الحضارة بتاعتنا احنا وبس، فلازم نعرف ازاي نستغلها لمصلحتنا في كل حاجة. المهندس الشاب اللي عمل المبادرة دي حاول انه يجمع ما بين التاريخ والعصر الحديث اللي عايشين فيه، لان الطريقة دي هي اللي هتواكب فكر الشباب والاطفال الجديد. يعني احنا لو جينا سألنا طفل دلوقتي تعرف ايه عن القدماء المصريين، او قعدنا نحشيله معلومات كتير كده من غير ما نحببه فيها، مش هيهتم ولا هيحب اصلا يسمع. لكن كل ما نوريه تاريخنا وحضارتنا بشكل جديد وحلو ومبهر زي ده، هينبهر وهيحب وهيقعد يدور، وهيبقى هو عايز من نفسه يدور على التاريخ ويفهم أكتر. صح، ويمكن زي ما قلت يا أميرة ده كله ترويج للسياحة، وأعتقد دي كانت فكرته الأساسية، إنه السياح لما يدخلوا المطار أو لما يسافروا على الطيران المصري في بلاد العالم، الكل يلاقوا الطيارة عليها تصميم فرعوني، كمان طاقم الطيران كله مضيفين ومضيفات لابسين زي ده. المنظر ده الحقيقة إنه هيبقى ملفت للنظر جدا، وهيبقى عندهم فضول أكتر يعرفوا عن تاريخ بلدنا وأصل النقوش والتصاميم ده إيه. وزي ما شفنا لما عملنا موكب المومياوات من سنتين، كان حدث العالم كله اتفرج عليه، والعائد كان كبير جدا، كان كبير جدا مش بس ماديا، خلينا نقول تسويقيا لمصر. وأكيد محتاجين نعمل ده كتير الفترة الجاية. بالظبط، علشان بجد، عشان بمناسبه اهميه الفكره دي، كان لازم النهارده يكون معانا صاحب الفكره الجميله دي، المهندس الشاب ومصمم الازياء ايهاب احمد توفيق، صاحب فكره تجديد زي الطيران بالطابع الفرعوني، عشان يقول لنا الفكره جات له ازاي وازاي بجد نقدر ننفذها. عايزين نرحب بيك يا باشمهندس. اهلا بيك. اهلا بيك، واخبارك عاملين ايه؟ ازاي حضرتك، منورنا. الحمد لله بنورك وتسلم. عرفنا بيك اكتر باشمهندس وبالفكره العظيمه دي. انا اسمي ايهاب احمد عصمت، تمام، مهندس معماري خريج كليه هندسه، قسم الهندسه المعماريه. طبعا انا عاده التصميم بحبه، يعني شغل التصميم عموما اساسي عندنا في اي فكره، في اي حاجه احنا عايزين نعملها، سواء فيلل او اي مكان بنشتغل عليه التصميم. دي مرحله مهمه عندنا. فكان عندي فكره ان انا اخلط الستايل الفرعوني مع صوتي باشمهندس بعد اذنك. حاولت ان انا اخلطها مع تصميم الفرح بشكل عصري، بحيث ان يبقى الناس متقبلاها والفكره تتنفذ في الوقت الحالي. فحاولت ان انا ادخل نقوشات بسيطه، يعني ما يبقاش الموضوع يعني ديتيلز كتير، بس شويه نقوشات بسيطه، لمسات خفيفه، ويطلع الموضوع شكله حلو. اول ما نزلت الفكره دي على السوشيال ميديا، المتابعين شافوها واصدقائي شافوها، شجعوني وعجبهم الفكره، وطلبوا فساتين ثانيه والوان ثانيه. فبدات ادخل مثلا على فساتين بالوان مختلفه، تبقى سهرات مناسبات. برضو الفكره انتشرت وعجبت الناس، ففكرت ان طيب ما دام الموضوع يعني محقق نجاح كده، استغله في حاجه تنفعنا وتروج للسياحه بتاعتنا بشكل اكبر. فعملت الموضوع ده على زي المضيفين،
ويعني مضيفين الطيران سواء رجاله او ستات. بدات الاول بالستات وبعد كده عملته على الرجاله. طبعا المضيفين الفكره فيهم في ايه؟ ان انا من يعني عشان بسافر فبقعد في المطار براقب شويه حركه الناس، بشوف طبيعه شغلي يعني ان انا اعرف المكان اللي انا فيه بيحصل فيه ايه. كان عندي دايما ان الناس اول ما بيشوفوا طقم الضيافه الجويه سواء المضيفين او القبطان بيعدوا، الشكل بتاع الكرو نفسه وهو ماشي ده ملفت للنظر. يا حقيقة. فكل الناس لفت ليه، يعني طبيعي لا اراديا بلاقي مضيفين معديين او اي حاجه لازم هبص اشوف الناس دي يعني شكلها كويس شكلها حلو فبياخدوا العين. ففكرت ان انا ادخل النقشات بتاعتنا في زيهم، لان هم اصلا بيبقى متسلط عليهم النظر لوحدهم من غير اي مجهود، يعني وكانهم لوحات اعلانات ماشيه على الارض. لما عملت الفكره دي ونشرتها على السوشيال ميديا لقيت الناس يعني اعجبت بيها جدا وحسوا ان فعلا ممكن تبقى الموضوع ناجح، خصوصا ان هم بيسافروا يعني بينزلوا تقريبا معظم المطارات. فاحنا محتاجين نعمل دعايه مدفوعه، فهم اساسا هم بيسافروا طبيعه شغلهم بتحتم عليهم وجودهم في المطارات. فكده احنا بنستفيد منهم من غير ما ندفع حاجه زياده كاعلانات. حلو قوي. انت احمد ايهابا اسفه، انت تواصلت مع شركه مصر للطيران مظبوط؟ انا بعت لهم ايميل وفي انتظار ان شاء الله ان هم يردوا عليا. حلو قوي. مين بقى من الفنانين والشخصيات العامه اللي تواصلوا معاك وشجعوك على الفكره؟ هو كان في من الفنانه سماح انور كانت نشرت الفكره عجبتها جدا، والاستاذ خيري رمضان برضو كان كلمني على الموضوع وعجبه. فالحمد لله يعني انا شايف ان الصدى بتاع الموضوع نجح، يعني حتى على السوشيال ميديا لو هتلاحظوا دلوقتي هتلاقوا الفكره بدات تنتشر. في ناس بدات تعمل افكار تانية بنفس يعني في نفس الكونسبت ده، بس الحمد لله يعني الموضوع محقق نجاح. اوكي. طب باشمهندس، بما انك كنت عايش في الكويت وبتقابل ثقافات وجنسيات مختلفه، وصل لك احساس ان هم لسه ما عندهمش فكره عن تاريخ مصر؟ في ناس مش متابعه التاريخ عموما يعني بس عادة مش في البلدان العربية أكتر منها بره، يعني يمكن بالزبط. البلدان العربية عشان في مصر أهميتها ودايما محطة أنظار، فالبلدان العربية عارفينها خلاص. بس احنا بالنسبة للسياح الأجانب هي دي النقطة اللي احنا بنوصل لهم ثقافتنا، خصوصا اللي هو الجيل اللي لسه طالع. حلو قوي. باشمهندس، أنت استخدمت في التصميمات دي الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي قالب الدنيا وبالذات على السوشيال ميديا، في ناس مش فاهماه قوي، اشرح لنا اكتر عن تصميم الازياء بالذكاء الاصطناعي. في ناس مرعوبه من الذكاء الاصطناعي خايفين منه وفي ناس متفائله بيه، فاشرح لنا وقول لنا كمان بتستخدمه ازاي في التصميم. تمام. هو الذكاء الاصطناعي عموما دلوقتي دخل في مجالات كتير، فهو بقى واقع يعني ان كان في ناس بتهاجمه مثلا ان هو هيلغي دور الانسان، هو ما بيلغيش دور الانسان. احنا بنوصل له الفكره او بنطرح فكره على الذكاء الاصطناعي بطريقه كتابه معينه، بندخل مدخلات معينه ونبدا ندعم الفكره دي، ممكن بصور بسكتشات بالايد بتفاصيل معينه ومصطلحات، وندخل كل التفاصيل اللي احنا طالبينها سواء بقى مثلا عدسه التصوير ايه، متصور بكاميرا ايه، اي تفصيله ممكن ادخلها ممكن تفيدني في الشكل اللي انا باخده من الذكاء الاصطناعي. طبعا هو دخل في كل المجالات، يعني مش بس الفاشن ديزاينر او الشغل الستايل بتاع الازياء والحاجات دي، لا ده هو حتى في العماره بيفيدنا، يعني حتى احنا في شغلنا انا بقدر ادخله مثلا ارقام دهانات معينه واقول له انا عايز الحيطه دي مدهونه باللون ده، عايز الستايل مثلا يبقى نيو كلاسيك كلاسيك على الحيطه دي، ادخل له الاساس نفسه. انا ممكن اصور صوره صاله مثلا فاضيه وادخلها مع شويه اساس واقول له اديني زي كونسبت توزيع الاساس في الفراغ ده عامل ازاي. فاحنا ممكن نستفيده جدا، وانا يعني نستفيد من الذكاء الاصطناعي جدا، وانا شايف ان الافضل ان احنا نبدا نواجهه ونتطور معاه، لان هو بيتطور بسرعه كبيره، ولو احنا قعدنا نهاجمه يعني في ناس بتفضل تهاجمه والذكاء الاصطناعي ومش هشتغل بيه وبتاع، احنا مش هنلحق التطور ده، ان احنا لازم نواجهه لان هو فعلا بيتطور بخطوات سريعه جدا. فاهمه قصدك. طيب انا عايز اعرف منك يا باشمهندس، ازاي نقدر نستفيد بقى من الذكاء الاصطناعي ده في الترويج للسياحه لمصر، ازاي من وجهه نظرك؟ انا كنت نزلت من فتره قريبه، يعني نزلت اكتر من حاجه معموله كستايل فرعوني، مش بس يعني مش بس اللي هو الفساتين والملابس، لا ده حتى ممكن اعملها في شنط، في احذيه، في اكسسوارات، كميه مجالات نقدر نعملها فيه. حتى مثلا لو فرضا الفنادق في الاقصر واسوان ممكن تشتغل على الموضوع ده في انها تعمل كروت مثلا رحلات، اي حاجه قابله للتصميم الذكاء الاصطناعي بيقدر يدخل فيها ويدينا تطوير للافكار. هو خلى ما بقاش فيه خيال للمصمم، يعني هو خلى الموضوع ما فيش ليميت، انا شغال بصمم حاجه والحدود واسعه بقى خلاص، لان هو اي حاجه انا هتخيلها واكتبها هيبدا يحاول يطلعها لي بشكل صوره. حلو قوي. انا عايز اعرف بقى منك احنا
بعيدا عن زي المضيفات او زي طاقم الطيران، شايف ايه الحاجات التانية اللي ممكن نعملها علشان نروج للسياحة بشكل اكبر في مصر؟ والله انا شايف ان احنا ممكن نستغل اي مناسبات عندنا عموما، تمام، يعني اي مناسبة بتحصل عندنا ممكن ما دام الدنيا مثلا مسلط عليها الضوء، بعيدا بقى عن ان احنا نروج بازياء فرعونيه او حاجه، لا يبقى في زي تعريف دايما في اي مناسبه في اي لقاء نبدا دايما يبقى في تعريف عن الحضاره الفرعونيه، عن زي يعني فقره بسيطه، احنا بنحط فقرات مثلا اغاني وفقرات استعراضيه وكل، نقدر دايما نحط فقره تعرف عن تاريخنا احنا كحاجه بسيطه يعني، بس في النص كده ان احنا نحطها للناس، الناس تتعرف علينا اكتر ونستفيد من اي ايفنت احنا عاملينه عندنا في ارض مصر. حلو قوي باشمهندس، احنا بنشكرك شكرا جزيلا، انت نورتنا، وطبعا بنحييك على الفكره الهايله والعظيمه اللي انت قلتها، فكره حلوه قوي 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 قوي. انا كمان شفت على السوشيال ميديا كمان الطيارات، طياره مصر، الطيران أيوة، الفرعوني عليها خطير، انا عجبني الفساتين، ايوه كان عامل صور حلوه قوي للفساتين، سواري وايفنج وحاجات كده كانت لذيذه ان شاء الله ربنا يوفقه الفكره تتنفذ، وهي فكره فعلا حلوه فعلا. واحنا اعتقد انه الفتره الجايه مهم جدا ان احنا نرجع نهتم تاني بموضوع السياحه. انت برضو خلي بالك، انت لما بتركبي برضو الطياره بتلاقي فيه برضو بيبقى في فيديو تعريفي كده، ايوه، في حاجه بسيطه من الفراعنه، صح، فبيبقى حلو قوي، الواحد بيبقى فخور كده، فلما ده بالظبط، فلا ان شاء الله يتم بشكل احسن من كده ان شاء الله. اعتقد احنا هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم، واستنونا.